بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة يعني تلاقي في الرجالة أحيانا، في الرجال يعني، أو أقصد في الذكور، تلاقي أحيانا بيعملوا نفس كيد النساء بالضبط كده. أنا طبعا هتكلم، وده يعني أنا مش حابب إن أنا أقعد أرد على الأخ البحريني، واخد بالك إزاي، كل شوية، لأنه يعني اتضح وإن هو يعني قال إن أنا عندي 43 سنة، إن هو عنده 43 سنة، يعني راجل المفروض يعني يقود دول، يعني امثاله قاده. فلكن بعد الفيديو الاخير اللي عمله بصراحه اتضح انه يعني فعلا يعني في منتهى الغباء، يعني بيتكلم كلام يعني انا توقعت ان هو عنده عقليه كبيره، بيعرف يفكر، بيعرف يحلل الامور، يوزن الكلام. طبعا هو طلع يعني بيقول لك انا قلت كلام حلو على مصر، وقلت ان 500 مليون دولار مش ممكن ومستحيل. طبعا هو قال الكلام ده، قال لك انا يعني قال مستحيل السيسي يدفع ال 500 مليون دولار، وكانه مستكتر على مصر ان هي تتبرع لاهالينا في غزه ب 500 مليون دولار، واحنا تبرعنا بدماء وبرجال وبشهداء وبجيش وباقتصاد قبل كده بكتير جدا. يعني 500 مليون دولار دول ولا يجوا اي شيء في التضحيات التي قدمتها مصر لاهالي فلسطين وللامه باكملها. الغباء لما تيجي تتكلم على واحد دايما ابدا يعني يريد ان هو يدخلك بوتقه معينه، يعني ظنا منه انه ذكي، لكن هو زي ما تقول ايه، كيد نسا، زي النساء كده لما ايه يكيدوا لبعضهن البعض. لكن انا عايز اقول حاجه مهمه، انا بتكلم مع الاخ ده البحريني اللي انا ما اعرفوش اسمه، يعني اصلا يعني هو اسمه غولفي او ما اعرفش يعني اسمه ايه بالظبط، يعني انا ما سمعتش عن حد اسمه غولفي قبل كده يعني. لكن انا ما بتكلمش عليه ولا برد عليه على صفته مثلا انه بحريني او اي، لا، وما بربطش بينه وبينه، هو لا يمثل شعب البحرين ولا يمثل دوله البحرين المحترمه اللي انا على المستوى الشخصي بحب البلد دي جدا جدا وبحترمها جدا جدا لمواقفها الثابته، وحتى ان هي كانت طبعت ودخلت الاتفاق الابراهيمي والاتفاق البدنجاني. يعني انا متحفظ على ده طبعا ورفضه ولا اقبله، لكن هذه البلد تاريخها مشرف، وانا اتكلمت قبل كده عن دولة البحرين، دولة محترمة جدا وبحب شعبها جدا وبحب قيادتها على المستوى الشخصي انا كمحمود العوام. يعني عموما انا ما بردش على اخذ على اساس انه بحرين، وانا لم اقصد ابدا في كلامي اللي فات ان البحرين ابدا خالص اطلاقا، ولا اقصد الا الدول اللي هي بتسعى، يعني زي مثلا قطر، زي الامارات، يسعوا لتقزيم الدول الكبرى ويدسوا الدسائس ويكيدوا المكائد بحيث ان هم يبقوا هم عندهم عقده نقص. فانا بقصد ده، ولا اقصد اي دوله اخرى عشان يبقى الكلام واضح، ولا اقصد الشعوب من الدول اللي انا ذكرت اسمها، مثلا قطر ولا الامارات، نحترم شعبهم جدا، احنا متحفظين على بعض سياسات الدوله نفسها الرسميه فقط، وبننتقد ده ويعني عايزين اجابات وتوضيحات لهذه الامور. ده مبدئيا. الامر الاخر ان الاستاذ غولفي عايز يعني مثلا ايه بكلامه، هو غزني بيه يعني كلامه اصلا ان مستكتر على مصر ويجزم، ويعني يعني كانه متاكد مليون في الميه ان السيسي لا يمكن ان هو يتبرع. طيب ايه السبب؟ يعني اديني سبب واحد. قال لك ان هو عايز يكبر بلده، وعايز، طب هي البلد يعني 500 مليون دولار هي اللي هتعطل المسيره يعني في مصر؟ مصر انفق عليها مليارات يعني منذ الاصلاح الاقتصادي واللي بيتعمل في الدوله والانجازات العظيمه اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني ال 500 مليون دولار دول بالظبط كده زي يعني 20 جنيه يعني بالظبط كده كانهم ولا حاجه يعني. لكن هو خبيث يعني، هو من حيث يطعن في مصر يعني يقول لك يمدح في مصر ويقول لك يعني الراجل عمل وسوى، اي سيدي ما فيش مشكله، لكن انت بتطعن، انت دوس السم في العسل، واحنا فاطنين لهذا. انت بغبائك تظن ان انت ذكي، الذي يتذاكى على الناس واغبى الناس، اللي يعول على غباء الناس هو اللي غبي دايما وابدا. انت بتتكلم عايز توصل رساله، توصلها على اساس الناس اذكياء والناس بيفهموا ويقروا اللي بين السطور، فانت لو عولت على غباء الناس هتبقى انت اغبى الناس اساسا. يعني ده حاجه. الحاجه الثانيه، انت مستكتر على مصر وجيت يعني دزيت او دخلت اسم الامارات وحشرت اسم الامارات في هذا الموضوع، زي ناس كتير كده ما بتحشر اسم قطر وعايزين يعني ياخدوا اللقطه. فانت دايما عايز تحشر اسم الامارات، ليه الامارات اصلا؟ يعني بتكلم عن المستوى السياسي،
ومستوى السياسات بتاعتها الخارجيه يعني، وبالتحديد يعني تجاه مصر، اصبحت منبوذه، واصبح الشعب المصري في حاله يعني تساؤلات كثيره جدا على اللي بيحصل من الامارات. فانت طبعا كلكم كلوبي وكمجموعه بتحاولوا انكم دايما تلمعوا وتنظفوا الصوره بتاعت الدوله الشقيقه، فاهم ازاي؟ انت دايما عايزين تلمعوا، حتى لما نديم قطيش راح مصر برضه بيلمع. طب انت بتلمع ليه؟ على راسك بطحه، لانك انت مش واثق من نفسك. وانا قلت الكلام ده، انت لو عندك ثقه بان سياساتك منضبطه وليس فيها ضرر للامه وليس فيها ضرر لمصر، انت هتبقى ثابت وما عندكش مشكله، واللي يتكلم يتكلم، وانت تبقى فاهم كسياسي ان علاقتك السياسيه بدوله مصر او بالقاده في مصر هم عارفين موقفك تماما، فانت ما يهمكش يعني اللي يتكلم ولا ما يتكلمش، تمام؟ فالمساله لا تتعدى الا انك انت تدور في فلك يعني دكاكين اليوتيوب اللي هم بيعملوا تبع المجنس، وفي فلك المجنس. فما تقوليش لا انا ما اقصدش واقصد، لا يا حبيبي مصر يعني انت ما تستكثرش، لا تستكثر عليها ان هي تتبرع لاهالينا في مصر. قلت انت كمان، انا استنتجت وانا قلت لك اتحديتك انك تطلع تجيب دليل، قلت لي تحليل كتحليلاتك الغبيه اللي قبل كده، وفعلا يعني انت اصلا انا قلت لك 100 مره لما بتيجي تسمع واحد تركز، لانك فعلا ما بتفهمش كتير يعني، انت حاجات كتيره. انا قلت زمان ابو لسع، قلت له انت بتعيب على لسان الراجل، قلت برضو قبل كده يعني غريبه جدا يعني. فانا بنصحك، انا اكبر منك سنا، واخد بالك ازاي؟ فانا بنصحك، قلت لا يمكن السعوديه تدعم حماس، وقلت الامارات لا يمكن تدعم حماس، ده استنتاجك الفهلوي العقل اللي يعني ما شاء الله يعني، والامارات لا يمكن ان تدعم حماس. طيب ليه؟ على اساس ان السعوديه ما تدعمش مثلا نظام، اقصد يعني حماس على اساس ان هي جماعه الاخوان والى اخر هذا الكلام. قلت الامارات ما تقدرش تدعم حماس عشان عامله اتفاقيه مع اسرائيل، او تطبيع، اسف مش اتفاقيه، ده تطبيع مع اسرائيل. وبالمناسبه في قناه جديده، واخدين بالكم ازاي، اسرائيليه هتتفتح في ابو ظبي قريب، والكلام ده يعني قالته جريده اسرائيليه واعلنت عنه، وفتحوا مكتب، هيفتحوا مكتب اعلامي في الامارات، واخد بالك، ويعني تطبيع اعلامي وتطبيع تعليمي وتطبيع شعبي وتطبيع امهات واطفال بين اسرائيل وما بين دوله الامارات، وتهنئات وتبريكات ومباركات وبركات ولعنات كتير جدا يعني، مش عايزين نتكلم عليها. فطبعا اسرائيل يعني الامارات لا تستطيع ان تدعم حماس. وهل مصر دع يعني 500 مليون دولار اعطتهم لحماس نقدا، ولا دي شركات مصريه هتخش تعمل اعمار بقيمه 500 مليون دولار وتبني البنيه التحتيه للشعب الفلسطيني في غزه؟ ده دعم لشعب غزه. ومصر لم يعني ما بتدعمش حماس، مصر تدعم، وانتم عارفين اللي بين مصر وما بين الاخوان وما يعني فعلوه في مصر من اذى، ولكن احنا لا نقف على الصغائر، لان احنا عندنا هدف اكبر واقوى، عندنا امن قومي، غزه امن قومي، وشعبنا في غزه دول مسؤولين مننا، واحنا بنقوم بواجبنا تجاه اهل غزه. والحمد لله الصور واهل غزه نفسهم عبروا عن ده ورفع العلامه المصريه داخل غزه، لكن الامارات ليس لها ذكر يعني. فانت عايز يعني تحشرها دايما وابدا في اي حاجه مع مصر، تقوم حاططها كده يعني عشان تمشي في السكه، خدت بالك ازاي؟ زي قطر كده، يقول لك احنا والله كان في تنسيق ما بيننا ما بين القياده المصريه في ايقاف اطلاق النار ما بين اسرائيل وما بين غزه كده يعني، فاهم ازاي؟ عايز تاخد اللقطه، عايز يبقى لك شأن. ليه؟ لانك انت قزم يعني، محدش شايفك اصلا يعني، انت انا مش يعني محدش شايفك، فانت طالع دلوقتي تفتكس، تخترع، تفتري الكذب وتقول انك مش كذاب، لا انت كذاب، كذاب اشر كمان. فهذا الامر انا يعني انا بقول لك يا استاذ غلفي، عيب عليك انك انت تحاول انك انت تذكر تاريخ البحرين، احنا نعرف تاريخ البحرين احسن منك واكتر منك، احنا نعرف تاريخ العرب اكتر منك، واحنا بنحب العرب، ويعني احنا مش ضد العرب اطلاقا، والحمد لله رب العالمين. فبلاش انك انت تقول يعني تاريخ البحرين احنا نعرف اكتر منك، وانا قلت لك على المستوى الشخصي انا بحب دوله البحرين جدا 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 جدا، وده يعني الحمد لله في قرارات نفسنا، لا من سياسه عاقله محترمه، ما لا تدس الدسائس ولا خبيثه
وقيادتها واعية على الأقل، يعني ماشية في ركب الأمة وماشية مع إخوانها، ودولة محترمة وقيادتها محترمة، ما بتدورش على البروباجندا، ما بتدورش على لقط الصورة، ما عندهاش، أنا بقول كده، القيادة البحرينية ما عندهاش عقدة النقص وعايزة تظهر، أو هي عايزة يعني مثلا إيه، يعني مش ما بتدورش على مجد شخصي، لأ. دولة الإمارات، دولة أقصد دولة البحرين، بصراحة شديدة جدا جدا مع تحفظها على موضوع التطبيع هذا، يعني إن شاء الله ربنا يعني يعافيهم من هذا ويتداركوا هذا الموقف بإذن الله تبارك وتعالى، وينسحبوا من هذه الاتفاقية تماما يعني. ولكن عموما أنا يعني إذا كان يعني مثلا إنسان عنده شيء معين أنا مش قابله، لكن هذا ما يمنعش حبي للبحرين واحترامي لقيادة البحرين وشعبها. وأنت ما تمثلش البحرين خالص خالص، شعب البحرين شعب محترم وبيحب مصر، ولما يجي مثلا على الاقل لو شعب البحرين في اي خلاف ما بين مصر ودوله عربيه اخرى بيقف على الحياد، ان كان عنده كلمه حلوه يقولها، ما عندوش كلمه حلوه مثلا يعني لا يهاجم مصر على يعني على حساب دوله تانية. ها، والعصبيه بقى انك انت من الخليج، يعني الامارات من الخليج وانت من الخليج، ومصر دي بقى كانها يعني من 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 بلد تانية او من حته تانية خالص يعني. هذا عموما، فانا بقول لك ما ترهنش على يعني ايه استعداء الناس علينا، يعني احنا الناس عارفه كويس جدا جدا احنا يعني توجهاتنا ايه، واحنا الحمد لله توجهاتنا بلادنا وامتنا. وطبعا انت من غبائك ما عندكوش غير كلمتين بتقولوهم وبتحاولوا انكم انتوا يعني ترددوهم في كل يعني دكان من الدكاكين اللي انتوا تبع المجنس، خدت بالك ازاي؟ يعني مثلا الاستثمارات وما الاستثمارات، وبتتكلم على قناه السويس ان اللواء أسامة ربيع لما قال ان خط إيلات عسكرية يضر بالقناة يعني 12% ل 16% عشان ايه، واخد بالك، يضر القناة، اذا في ضرر للقناة؟ لا، ناهيك على ان الامارات يعني بتعمل مشاريع في اسرائيل، انت عشان ما انساش موضوع ان الامارات ما تقدرش تدعم غزة، تدعم حماس، فبتدعمها عن طريق مصر، عشان خاطر مين؟ عشان خاطر عيون اسرائيل، خلي بالك، عشان خاطر عيون اسرائيل. السعوديه ما تقدرش تدعم حماس، بتدعمها عن طريق مصر، انت كده بتتهم مصر بدعم حماس مش دعم الشعب الفلسطيني في غزه، وده اتهام اخر وتطاول اخر منك، يعني ده برضو اتهام اخر وتطاول اخر. لا، احنا بندعم شعب غزه ما بندعمش حماس، بندعم شعب غزه ما بندعمش حماس. الأغذية اللي احنا دخلناها والأدوية وكل المساعدات اللي من واجبنا طبعا دخلناها لإخواننا في غزة كانت للشعب في غزة، وما كانش حماس خالص. البيوت اللي احنا بنبنيها دي لأهالي غزة اللي اتهدمت بيوتها، البنية التحتية اللي احنا بنبنيها دي لأهالي غزة مش حماس اللي هي هتستفيد بيها. فياريت انك انت تكون أمين في الطرح وعاقل مش أهوج، يعني زيك أهوج، خلي بالك يعني. فالإمارات عشان خاطر عيون إسرائيل ما تقدرش تطلع تصريح بيان تدين فيه الهجوم البربري الهمجي الإسرائيلي على أهالي غزة العزل، بحجة إنكم يعني ما تقدرش، يعني الدولة الشقيقة، واخد بالك إزاي، خرساء كمان، ما قدرتش تطلع بيان تقف فيه جنب مصر في موضوع سد النهضة. طبعا انت ما قدرتش تتكلم عن الفشقة، ما قدرتش تتكلم عن المبادرة الإماراتية، لكن اتكلمت عن قناة السويس. وعموما ده كله ده ما يفرقش معانا كتير جدا جدا، احنا يعني معلش يعني عارفين احنا بنعمل ايه، وعندنا يعني عندنا خط ماشيين عليه، واللي يدس يدس، واللي يعني يكيد الكيد هذا سيرتد إلى نحرهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن نحن نتساءل لماذا من باب الأخوة، من باب العروبة، من باب الإسلام، نحن إخوة في الإسلام قبل أخوة العرب، خلي بالك، خلينا مسلمين، ليه ندس على بعض؟ أنا عارف إن إحنا عندنا علم بكل شيء، والقيادة المصرية والمخابرات عارفة كل حاجة، لكن إحنا بنتساءل ليه أصلا تنوي الضرر بمصر؟ موضوع بقى ان الامارات ما دخلتش تمويل في سد النهضه، يا حبيبي احنا عارفين الكلام ده، لكن انت اللي ما تعرفوش او انك تعرفه بيتدلس ومش عايز تقوله، ان الامارات حاطه وديعه في البنك المركزي الاثيوبي بقيمه $1 مليار غير مشروطه، يعني تستعمل في ايه او في ايه؟ في $1 مليار في البنك المركزي الاثيوبي بقيمه $1 مليار غير مشروطه، يعني مثلا اذا خلصت النهضه عادي يعني، فاهم؟ لكن احنا ما نعرفش هل من هذه الاموال دخل في سد النهضه.
ولا لا؟ فانت طبعا بتقول ان الامارات، احنا محدش فينا قال ان الامارات مستثمره في سد النهضه خالص، والاستثمارات ما تهمناش في اثيوبيا بعيد يعني عن سد النهضه، لكن المليار دولار ده اللي في البنك الاثيوبي غير مشروط. خلاص انت طبعا ما تقدرش تتكلم ده، او انك ما تعرفش، او عارف وبتدلس وبتكذب. تعالى بقى لموضوع المملكه العربيه السعوديه. انت طبعا انت مصر انك انت تستعدي الناس على السعوديه وتستعدي مصر على السعوديه. ليه؟ انت بتدس الفتنه. انت بقول لك زي يعني ايه، انت كده كانك انت بتحرض على السعوديه بطريق غير مباشر. سيبكم من الخباثه، انتوا زي ما تقولوا ايه، طالما هم بيهاجموا الامارات يبقى عايزينهم يهاجموا السعوديه زي الامارات. يعني كانك انت بتعمل مقارنه ما بين الامارات والمملكه العربيه السعوديه. انا عايز اسالك سؤال واحد. احنا لا نعرف ولا نعلم ان في اي شيء بتعمله السعوديه يضر بمصر، يعني حتى نهاجمها. يعني احنا اصلا ما فيش حاجه نعرفها ان السعوديه ماشيه في سكه بتضر في مصر او تدس الدسائس على مصر، او ان هي تريد الحاق الضرر بمصر. لو انت عندك معلومه وتعرف السعوديه بتضرنا قول لنا. قول لنا طيب السعوديه بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، انتوا ليه ما بتهاجموهاش؟ انتوا ليه ما بتنتقدوهاش؟ مع العلم انك انت حاولت انك انت تدس بعض السم كده على اساس انك انت ايه يعني تلمح على السعوديه ان في محمد العمودي تقريبا اللي هو المليونير السعودي اللي هو ساهم في سد النهضه تقريبا بمليون وحاجه او اكتر من مليون، انا مش عارف الرقم، لكن انت حاولت انك تقول ايه في واحد سعودي يعني ساهم او دعم سد النهضه واستثمر في سد النهضه. وانا عايز ارد عليك واقول لك، اول العمودي ده اللي انت بتتكلم عنه هو اصله اثيوبي ولكن واخد الجنسيه السعوديه، يعني هو مجنس، فاهم ازاي؟ فده اصلا لا يحسب على السعوديه، كمان لا يحسب على القياده السعوديه. وبعدين هو في السجن، انت قلت ان هو في السجن، هو فعلا في السجن معتقل، فاصلا هو اصله اثيوبي وده مجنس اصلا مش سعودي الاصل عموما، وهو معتقل. فدي احنا عارفينها، معلومه احنا عارفينها، يعني انت مش جايب لنا حاجه جديده، لكن انت عايز ترمي ده على اساس تعمل ايه؟ يعني تقول لك اهو اطعنوا في السعوديه. اولا الغباء بتاعك ما يعني من الغباء، ما حاولتش تفكر ان المملكه العربيه السعوديه دوله عكس كل الدول في العالم. دوله لها مكانتها ولها قدسيتها. ودوله تاريخها معروف، يعني ما الداعي؟ ما هو السبب الذي تريد، يعني ما هو السبب الذي تريد من اجله ان نهاجم السعوديه؟ ممكن تقول لنا طيب في سبب؟ ممكن تقول لنا في حاجه ممكن نهاجم بها السعوديه؟ اتفضل قول لنا. اتفضل يا استاذ. يا مثير الفتنه، اتفضل. وطبعا انت لن تجرنا لهذا لان احنا اذكى منك بكثير. ومش موضوع ذكاء بس، لان ده بالفعل حقيقه وواقع وتاريخ ان المملكه العربيه السعوديه تاريخها مشرف مع مصر طول عمرها. والمملكه حتى ان كان في خلاف ما بين مصر وما بين السعوديه بيبقى خلاف علني ومعروف، ولا يعني مش اسلوبها الخبث، مش اسلوبها تضر مصر، لا، ممكن في الوش كده وزعلانين وخلاص، ونقعد بقى يعني ايه زعلانين لغايه ما ايه، وطبعا ده زعل يعني على مستوى القيادات مش على مستوى الشعوب ابدا. خدت بالك ازاي؟ فبيبقى حتى يعني زي ما بيقولوا خلاف شريف. دولة شريفة ما بتدسش الدساس، ما يعني ما بتنخربش من تحت لتحت زي دول تانية أقزام وعايزين يكبروا ويتنططوا على أكتاف الدول الكبرى بتخزيمها أو بالتحالف مع أعدائها. خلي بالك من الكلام. فما هو الداعي عندك يا ترى، أو في أسباب عندك تخلينا نهاجم السعودية؟ طبعا أنت قلت المشاهدين واخد بالك المتابعين، وانا لما رديت عليك اخترعت اختراع جديد. ايه الاختراع الجديد؟ قلت انتوا ما تقدروش تهاجموا السعوديه علشان طلال بن ثنيان يقلب عليكم. طيب هل السعوديه عملت حاجه ضد مصر عشان خاطر انت عمال تقول كده، ولا انت عايز تثير الفتنه وخلاص؟ يبقى انت عايز تدبها بقى، طالما الامارات متعاصه، طالما الامارات عليها علامات استفهام، انت عايز تجيب السعوديه في السكه. انتوا اللي بتطعنوا في السعوديه، وانتوا اللي عايزين الناس تهاجم السعوديه، انما احنا لا.
ولا يمكن ان شاء الله نهاجم السعوديه في يوم من الايام، حتى لو اختلفنا معاها، طالما الخلاف معروف وموجود ده خلاف عادي جدا مستساغ يعني، لان مصر والسعوديه حتى في عز خلافاتهم ما بيسيبوش بعض، والتاريخ يشهد. الطيران المصري اللي اتضرب في 67 وراح السعوديه وكان فيه خلاف ونزل في السعوديه، خدت بالك ازاي؟ الملك سلمان، انا قلت الكلام ده، كان بيجاهد في سبيل الله في على ارض سيناء في مصر. الكلام ده كتير جدا، والتاريخ يعني السعوديه بحجمها وثقلها، فمصر والسعوديه هم قلب هذه الامه وجناحي هذه الامه، ولن تستطيعوا ان تدبوا الفتنه بينهما ابدا طول ما في ناس واعيه يعني من الشعبين ويعرفوا الخباثه بتاعتكم. هو ده اللي انا بقول لكم عليه خباثه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وده كده النسب بتاعكم. انا مش فاهم كمان، قلت طلال بن سمير. اولا علاقتي انا شخصيا بطلال علاقه اخويه، صداقه، ممكن يكون تقارب في الافكار، بتعجبني افكاره وطروحاته، بيعجبني طرحه. وطلال بن ثنيان من اشرف اليوتيوبر اللي على اليوتيوب. ليه؟ اولا ليس منافقا، وانسان طرحه يعني صاحب قضيه، قناته توعويه فعلا، بيقدم طرح ممتاز، فدي صداقه عاديه جدا. السعوديه لم تفعل شيء يضر بمصر على مر التاريخ ابدا، يجعل ان اي انسان مصري انه يجي في يوم ويهاجم السعوديه لا قدر الله. فيعني ارجوك يعني لا تقارنوا هذه يعني هذه الدوله او الدولتين يعني دول، او لا تقارنوا هؤلاء بالمملكه العربيه السعوديه. يعني ده انا بشوف ان ده تطاول على المملكه العربيه السعوديه. لما تقارن ما بين دوله يعني واخد بالك ازاي، ما بين المملكه العربيه السعوديه، انا اظن يعني ده تقليل من المملكه، ويعني انا مش عايز اقول لك عيب انك تعمل كده، لكن اربأ بك ان تفعل هذا، ربما انت يعني من غبائك مش فاهم يعني. لكن انا بفهمك اهو، طلال بن ثنيان ومحمد المصري علاقتنا مع بعض علاقه اصدقاء فقط، بنختلف كثير جدا. بدليل محمد المصري لما طلع اتكلم عن القوميه العربيه ومصر مش عربيه وبتاع، طلعت انا واستاذ طلال على قناه البث المباشر، واتكلمنا عن العرب واتكلمنا عن العروبه وهاجمناه وانتقدناه، مفيش مشكله خالص، ومفيش زعل. احنا مش لوبي او احنا جماعه مثلا مسيطر علينا الاستاذ طلال، يعني الاستاذ طلال يعني الراجل، بنختلف مع بعض في بعض الاراء، لكن يعني في اكثر ارائنا وافكارنا متفقين، متفقين على المبدأ، متفقين على التوعية، متفقين على المنهج، لكن بنختلف في بعض الأحيان. وده مش معناه انك انت ان انا خايف من طلال عشان كده ما بهاجمش السعودية، لأني لو انت حطيت المبدأ ده قبل ما انسى محمد المصري اول في بداية هجومه على الامارات، او مش هجومه، في بداية انتقاده الامارات، انا طلعت هاجمت محمد المصري ورديت عليه في 3 حلقات متتالية. محمد المصري لما اتكلم عن ماكرون وقال لك لا ده هو ما يصدش الاسلام، طلعت هاجمته في اكثر من حلقة، والحلقات موجودة، والانسان ومحمد المصري كان رده محترم جدا، وعلى فكرة ما بيزعلش خالص، بل هو اخر حلقة انا طلعت بعد اخر فيديو هو عمله، واخد بالك عن موضوع العروبه وبتاع، انا طلعت رديت عليه وهو عمل لي مشاركه للحلقه بتاعتي على قناته، مع ان انا مختلف معاه في وجهه النظر. فاحنا احرار، كل واحد عنده يعني حرين براينا، وبنقنع بعض، نناقش بعض في الراي، وممكن واحد يقتنع بكلام الاخر او لا، يبقى كل واحد بيقول اللي هو عايزه. وصدقني ما فيش حد مسيطر على حد بفضل الله، يعني كلنا كل واحد يعني بيتكلم، وممكن انتقده الاخر عادي جدا، مفيش مشكله. واحنا انتقدنا المصري انا الاستاذ طلال، وطلعت انا لوحدي وانتقدته في مره واثنين وثلاثه، ما عندناش مشكله، واخد بالك. لكن المهم لو انت عايز تختصر المملكه العربيه السعوديه في طلال بن ثنيان، فيا لا ضعف المملكه العربيه السعوديه. انت كده بتسيء للمملكه العربيه السعوديه لما تقول احنا ما بنهاجمش السعوديه خوفا من طلال، ويعني طلال بالقوة الكبيرة دي، معنى أتمنى أن يكون أقوى واحد. أنا أحبه في الله، والله الذي لا إله إلا هو، أنا أحب طلال في الله، واخد بالك. فأنا بقول لك يعني إذا كان طلال بالقوة دي، طيب ما كان ممكن يعني يسيطر على الناس التانية اللي هم يعني مختلفين معايا الراجل. لكن الراجل بصراحة حتى لما بيزعل مع الناس بيقول لك إيه، هجر جميل،
ما بيجيبش سيره حد، ما بيحاولش ان هو حتى يتناول اي انسان وزعلان منه جدا، لكن ما بيتناولوش خالص الا اذا تطاول على البلد، الا اذا تطاول على البلد فهو بيدافع عن بلده وده حق. فاحنا مش لوبي زيكم كده مسيطر عليكم المجنس الكبير والحاخام الاكبر، حاخام يعني واخد بالك ازاي، بتاخدوا منه البركات وبتطلعوا تلمعوا الصوره اللي يعني الصوره بتاعت الدوله الشقيقه. لا، صوره السعوديه ناصعه، جبهتها ناصعه، ليس عليها غبار، لا تحتاج تلميع من احد. فلو ان احنا ما بنهاجمش السعوديه عشان خاطر طلال فهي لا ضعف في المملكه العربيه السعوديه. احنا ما بنهاجمش السعوديه عشان دي السعوديه، ما بنهاجمش السعوديه عشان قادتها العظماء على مر التاريخ، ما بنهاجمش السعوديه عشان مواقفها المشرفه. ولو غلطت في مره تاريخها يغفر لها خطاها، ولكن خطاها ما بيبقاش فيه ضرر لمصر. افهم، في خطا عادي جدا، لكن مش خطا تدس الدسائس وتاكيد لهذا البلد وعايز تدمرها وعايز تضرها وعايز السعوديه ما تعملش كده. فيعني تختصر المملكه في طلال مع احترامنا طبعا الشديد وطلال بن ثنيان، في عايز اقول لك يعني السعوديه مكتظه بطلال مش طلال واحد. احنا لا نهاجم من فرض السعوديه لاننا نحبها، لانها دوله شريفه، لانها دوله لا تكيد لنا، لانها دوله لا تؤذينا، لانها دوله تحبنا، لانها دوله انا كما قلت يعني دوله مسؤوله وتعرف واجباتها ناحيه الامه، لا تريد تقزيم احد، بل تتعرض ل يعني هي قد تضر في سبيل الامه. ويعني والسعوديه معروفه يعني على مر التاريخ، فهي المساله مش طلال. يعني طلال بهذه القوه يمنع الناس تتكلم عن السعوديه؟ يعني دي اهانه للسعوديه يعني فاذا كان هو يعني طلال من يمنع، فيا لضعف المملكه العربيه السعوديه. انت عايز تقول يعني ان ما فيش حد في السعوديه معمول له خاطر الا طلال؟ ده شيء غريب جدا. يعني احنا بنعمل خاطر للسعوديه وبنحبها لان دي يعني بها الحرمين الشريفين، مهبط الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارض الصحابه. انت بقول لك انت غبي مش فاهم. وكما قلت لك احنا علاقتنا ببعض احنا وطلال محمد المصري صدقني في خلاف اختلافات كتيره جدا في الافكار وفي الاطروحات، واخد بالك، واحنا ما فيش حد مسيطر على حد اطلاقا خالص. احنا مش زيكم، زي مراكيب الدوله الشقيقه يعني، واللي بيلمعوا في صورتها ليل ونهار ولن يستطيع، خدت بالك ازاي، الا ان تثبت في يوم من الايام ان هي مش كده. كل التساؤلات بتاعتنا مطروحه في فيديوهاتنا، خدت بالك ازاي، حتى ان في حد يعني من قناه سكاي نيوز عربيه رايح مصر عشان يلمع صوره الدوله الشقيقه قدام الشعب المصري. لا يا اخي، انت غلطان. احنا ما نهاجمش السعوديه لانها السعوديه، ولان بها قاده عظام، بها ملايين الناس زي طلال على الراس والعين اكيد، خدت بالك ازاي. فيا ريت ما تزيدش باسم طلال وتحاول انك تستفز. احنا مش اغبياء زيك يعني. تحاول انك انت ايه السعوديه؟ ليه؟ طب نهاجم السعوديه ليه؟ قول لي نهاجم السعوديه ليه طيب؟ عندك معلومه عن السعوديه انك بتدس لنا الدسائس؟ عندك معلومه عن السعوديه ان هي يعني قول، اطلع قول اهو، زي ما انتم بتهاجموا الامارات هاجموا السعوديه عشان نفس فعل الامارات هو نفس فعل السعوديه. هل فعلت السعودية لمصر أو تضر أو أو أو, أو فعلت أشياء تضر بمصر كما فعلت الإمارات؟ اطلع على نفس المستوى، اطلع قول لنا أنت. لكن في النهاية عايز أقول لك على حاجة، دايما وأبدا لما بنرد على الأشخاص لا نعني الشعوب، ولما نعترض أو ننتقد سياسات معينة لا نعني الشعوب، بكل احترام للشعوب العربية كلها بلا استثناء. لكن عايز أقول لك ان الدولة الشقيقة بتاعتك اللي انت بتلمعها بتعمل خاطر اسرائيل، وما طلعتش بيان. يعني مثلا في بيان سد النهضة، هل بيان السعودية زي بيان الامارات؟ قول انت، هل بيان السعودية في موضوع غزة زي بيان الامارات؟ ها قول لي. يعني انت عايز تقارن بقى، تعال قارن. يعني لا انا طبعا اظلم السعودية لو انا قارنت بين السعودية والامارات، وانا عملت قبل كده في يا جماعة ما تقارنوش، ليس هناك وجه مقارنة بين الدولة الشقيقة وبين السعودية وبين الدولة الشقيقة وبين مصر. شتان، هذا يعني فارق ما بين يعني الثرى والثريا، فارق ما بين السماء والأرض. صحيح، وأنا قلت
ان هذه الدول او هذه الانظمه، لا اقصد الدول، ومش عايز اتكلم على الدول اللي انت بتتكلم عنها، دول حديثه. لما انت بتيجي تتكلم تقول احنا استقلينا، لا، البحرين انا اعلم تاريخها، انا ما قصدتش البحرين. وانا في النهايه بقول لك احنا ممكن نختلف في الراي ونتناقش، لكن اياك حذاري انك انت تعول على غباء الاخرين، انك هتبقى اغبى الناس. فلما تقلل من مصر وتقول مصر مش مستحيل تدفع، ولا الرئيس المصري مستحيل يدفع 500 مليون دولار لغزه، انت هو ليه؟ طيب يعني 500 مليون ده ما يجيش حاجه في يعني في الانجازات اللي عملتها مصر والفلوس اللي بتصرفها مصر على الدوله، ما يجيش حاجه خالص. خدت بالك ازاي؟ فلا يعني انت عايز تلمع، عايز تخلي دوله تاخد اللقطه جنب مصر، لكن انت معروف موقف مصر ومعروف اللي عملته مصر، وطبعا بتحاولوا يعني تسرقوا يعني امجادكم دايما. انتوا كده حراميه امجاد، دايما انتوا بتبحثوا عن امجاد شخصيه وعن ناس تشير لكم بالبنات، ده النقص عندكم مش عندنا احنا. انت قلت النقص عند مصر، عمر مصر ما كانت تحس بعقد النقص لانها كبيره، لانها كبيره، واي حد يقف جنبها قزم، واي حد يقف جنبها قزم. يا ريت انك تعي هذا الكلام جيدا، وبلاش تخربط وبلاش تخرف. وانا بقول لك والله اللي انت، انا ما سبيتكش يعني سب بالمعنى، انا قلت عليك غبي، قلت عليك مثلا وقح، معلش يعني وقاحه طبعا، بجاحه طبعا. فين السب بقى؟ دي اوصاف، اوصاف في الموقف اللي انت عملته، في محاوله انك تلصق الامارات. انت مش قصدك يعني انك تمدح مصر بقدر انك انت ذمتها من حيث مدحتها. لا، ما يقدرش، مستقصر علينا. لا، احنا الحمد لله دوله كريمه، وعلى فكره ما بنبخلش خالص يعني، خالص الحمد لله رب العالمين. وعلى فكره احنا اغنياء، اوعى تقول احنا فقراء، احنا اغنياء اذا ما قورنا بالدول، يعني واخد بالك ازاي؟ لا، اغنياء كتير جدا جدا يعني. لا يعني 110 مليون مليون وخمس حروب وجيش بيتصرف عليه، لكن يعني اللي قاعد يعني في بيتين ونخله وجايب له عسكريين من بره حاميينه هيصرف عليه ده يعني؟ مع كثره الغاز او البترول اللي طالع، فطبعا اكيد يعني تبقى حياتهم يعني بالنسبه والتناسب. فاحنا نحمد ربنا على الخير اللي عندنا، احنا عندنا خير كتير جدا جدا بفضل الله. واهم شيء في ده كله ان هي مصر يعني لا يعني لم يعرف عنها ابدا ان هي دست الدساس لاحد الدول العربيه. وفي النهايه انا مش عايز اطول اكتر من كده عشان الفيديو طويل كتير جدا، مش عايز ارد عليك تاني، لكن انا بقول لك التزم الادب، خليك محترم شويه يعني، انتقد يا سيدي، طبل وارقص، ما عنديش مشكله يعني. والله العظيم ما عندي مشكله، بس يا ريت يعني تطلع مش دفاع الاغبياء، لا يعني تطلع مثلا تقدر تفند المساله دي وتشرحها وتجيب الدليل على بطلان كلامنا، واحنا نرحب بلا نقاش وخلاف مستساغ، من غير انك تبخس حق مصر وعايز تسلب منها كرمها ودعمها وواجبها تجاه فلسطين، وتنسبه لدول تانية، تنسبه لدولة ما قدرتش تطلع بيان تدعم فيه شعب فلسطين. تقول لي حماس دي كذبة، وحماس وغيره، لا، وعندكم يعني محامين اليهود، انا هتكلم عنهم بعدين، وهتكلم عن الدولة الشقيقة بتاعتك دي والبلاوي، وانتوا بتعيبوا على حماس في يعني في تعاملها مع ايران ووضعها في يد ايران، ويا ريت انكم انتم تعملوا العمل ده وما تتعاملوش مع ايران. هوريك العلاقات القويه بين الدوله الشقيقه وايران. فيعني زي ما انت يعني زي ما انت بتطالبني يا اخي، طالب نفسك. زي ما انت بتنتقد ناس ثانيه، انتقد نفسك. عيب يعني يعني تامرني بفعل وانت ما بتعملوش. ويتحقق فيكم قول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا ريت تكون الرسالة وصلت. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.